علي جمعة من مشتهر، السن 51 سنة، المهنة خطاط ورسام. دي شغلتي من الصغر، يعني أنا طلعت من صغري عندي الموهبة بتاعت الرسم والخط، رسم على الجدران، على الخشب، على في الشقق، الخلفات الشقق، المنازل، الحاجات دي، والديكورات. الحج والعمرة دوت بالنسبة لمركز طوخ اللي أنا مقيم به على مستوى أكتر من 25 عزبة مجاورة لطوخ، مطلوب جامد. الرسومات اللي بالنسبة للحجاج ديت مواسم، وبالتالي دلوقتي في ظل العمرة دلوقتي موجودة طول العام، فموجود الرسم يعني طول العام، يعني من شهر عمرة رجب لعمرة رمضان كده وبتاني. أما بالنسبة لل في المواسم اللي هي العمرة، هو المعدل الثلاث الرسمات اللي هو بالنسبة للرسم الكعبة البخيرة أو الطائرة، في ناس تطلب جمل، في ناس تطلب غرحراء، في مش عارف إيه، فحسب المكان اللي قدامي بأقلمه على اللي هم طالبين بشوف ده. بس هم غير الحاجات ديت ما حدش بيطلب اكتر من كده. وانا مثلا عمري 13 14 سنه لحد وقتنا هذا، عارف الكلمه فين، ومع التجديد عارف ايه اللي بيتعمل فيها، ما عارف ايه نسبه البيات، ايدي الحمد لله مشيت يعني اكنها عارفه الكلمه هتكتب ايه، من غير ما اخد مسطره، من غير ما اخد مقاس، بحط الفرشه عارفه حتى انا طالع ما بقاش عارف اكتب ايه، سبحان الله بيبقى عارف كده الفرشه طالعه تكتب هي لوحدها حسب يعني. اول ما احط يبقى جات لي في كلمه مثلا معايا الحمد لله رب العالمين، اللي حك المديه المساحه بتاعتها ماشيه مع الشكل، مع الشكل النهائي. الكلمه اللي بالنسبه اللهم صل على سيدنا محمد والله على الناس حج البيت لها مكان معين في الرسمه، دي حاجه مقدسه والله العظيم انا شايفها انها بتنقرض، يعني لان مستوى الخط العربي قل، ونظام الكمبيوتر والحاجات اللي طلعت دلوقتي موهت الايد العامله في جميع المجالات، مش شرط يكون الخط والرسم، جميع الكمبيوتر والعولمة اللي طلعت جديدة والحاجات الكمبيوتر والتكنولوجيا والحاجات ديت والتقنية خفت الإيد العاملة جامد. يعني بالنسبة للخطاط دلوقتي من النوادر إنك تشوف واحد إيد كده مرنة كده وفيه كده. أستاذنا طبعا الكبير فضيل بورسعيدي ربنا يديله الصحة دلوقتي، يعني الحمد لله يعني هو اللي علمنا إزاي ما نموتش إيدينا وإزاي نعلم غيرنا عشان الخط العربي دي رسالة.